up, stop it with it. Let's look over to that way. Yes, he's only man a look, man a look. I don't know, الامن اليوم راهو حتى هو زاد عنده احساس وعنده شعور وعنده عائله وعنده كذا، لابد كونه يخرج يعبر. علاش احنا تقعدوا ترجعوا فينا العصور الحجريه ولا وهذه فهمت محاولات بالانقلاب ومحاولات بالعصيان والانقلاب الابيض؟ انا نقول لهم هذه راهي ديمقراطيه. ارقى الدول تاع الديمقراطيه ما قامتش بالشيء اللي قامت فيه النقابه الوطنيه. احنا وقت اللي فهمت جاء انسان في وسط حب يعمل سياسه وزاره الداخليه كنا بدي قاش. اليوم فما اطراف سياسيه تتهم النقابيين بخدمه مصالح حزبيه معينه، شنو ردكم على الاتهامات هذه؟ هذه جاية اتهامات نتصور انا من جهه واحده يظهر لي فهمت هي نتصور انا فهمت خاطر رينا اللي كيف مكونات المجتمع المدني كلها كانت في صف الامنيين ودافعت على الامنيين وبكيت على الامنيين ومشاو حضروا في الجنازات تاع الامنيين. دونك السلطه الحاكمه اليوم في البلاد هي اللي توصفنا بالسياسيه والسياسيين، لذا احنا الكلام هذايا مردود عليها اللي احنا ماناش نعملوا في السياسه، احنا ندافعوا على زملائنا، احنا نطالبوا باقاله بابعاد حمل السيد وزير الداخليه بابعاد كل امني عنده لون سياسي في المؤسسه الامنيه، وكل امني اتخذ له او تواطأ في حمايه الامنيين والشعب التونسي. هي مجرد مرحله من النضالات ما زالت متواصله، لخاطر السياسيين اليوم ما حبوش يفهموا اللي ما عادش ينجم حتى سياسي اليوم انه يركع المؤسسه الامنيه كما ركعها من سبقه. اليوم معناها تونس بالحق السياسيين اللي يدعيوا نضالهم في العهد البرقيبي ولا العهد نتاع بن علي كلهم اليوم الامتحان الفاني للنضال اليوم يا تكون وطني او غير وطني، لانه اليوم في ظل وجود الارهاب هذايا هي تونس معناها والارهاب هذايا هي وراه قوه استعماريه خلينا نقولوا، واليوم اعاده تاريخ جديد معناها لاستعمار تونس عن طريق للاسف الشديد اولادها اللي قاعد يتلاعب بهم واللي قاعد ساعات على خاطر مش انك عميل انك خاين للوطن، حتى انك غبي تتسمى خاين للوطن. للاسف القرارات السياسيه اليوم بعد عامين والحكومه نأسف انها خذات سيفه الحكومه ما بعد الثوره
قرارات كلها غبية إلا من الكل المتواطئة اللي خلت الوضع في البلاد بالطريقة هذه، واللي هي قرارات اعتباطية. وشفنا مواقف الأطراف النقابية منذ عام، شفنا جاوبة الحكومة الإرادة السياسية اللي كانت تدعم. اليوم لازمنا ما نكونوش عنا نسيان للماضي، واليوم أدعو الشعب أنه ما ينساش الرموز السياسية اللي دافعت بشراسة على رموز إرهابيين. اليوم ما ننساوش من أطلق سراح وخلى التعليمات بعدم القبض على أبو عياض في جامع الفتح، ما ننساوش. اليوم لازم ذاكرتنا تكون قوية، واليوم ما نقول حاجة برك للشعب التونسي أنه من تحزب خان الوطن.